يشكل مطالبات الأهالي في ريف حلب الشمالي بتعبيد وترميم الطرقات في المنطقة ضرورة ملحة في الوقت الحالي، خصوصا بعد تحريرها من تنظيم الدولة. المجالس المحلية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام الواقع الخدمي المتردي في المنطقة، فبادرت لدراسة مشاريع تعبيد الطرقات وتقديمها للمعنيين بعد تلقي عدة شكاوي من المدنيين. الآن بعد الانتهاء من العمل في بلدة تحتيملات انتقلنا إلى مدينة صوران، بدأنا بالعمل في الطريق الواصل من حاجز تلالين إلى الدوار الغربي. تم الآن الانتهاء من تنفيذ هذه الوصلة، ومن ثم سننتقل إلى جميع الحفر الموجودة داخل المدينة، ثم بعدها سننتقل إلى المجالس الفرعية التابعة لمجلس مدينة صوران. كذلك هناك وعود من الأخوة الأتراك إن شاء الله بصيانة طرقات الريف الشمالي كاملة. في مدينتي صوران وأخترين بريف حلب الشمالي انتشرت خلال الأيام الماضية العديد من الورش الخاصة بترميم الطرقات وتعبيدها كخطوة أولى في محاولة لإعادة رونق الحياة من جديد للبلدات والقرى. الحمد لله تحسنت الطرق وصارت أحسن بكتير، والحمد لله يعني صارت تقريبا 50%، إن شاء الله تصير 100% طرقاتنا كويسة إن شاء الله. تعبيد الطرقات لاقى استحسانا من قبل الأهالي في مدينتي صوران وأخترين، واعتبروه نواة أولى لتعميم المشروع على كافة مدن وقرى ريف حلب الشمالي في الفترة المقبلة.